رمضان كريم. صحة رمضانكم. صحيكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله قاع تكونوا غاية وصحتكم بخير يا رب العالمين، ويلقاكم هذا الفيديو في أحوال جيدة يا رب. اليوم إن شاء الله بغيت نشارك معكم شامية أو قلب اللوز بطريقتي وطريقة حصرية إن شاء الله. غادي إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. أول حاجة نبدأ بها هو السيرو ولا الشربات اللي غادي نسحقه. راني دايره كاس نتاع السكر مع زوج كيسان نتاع الماء، يعني كيلة نتاع السكر مع زوج كيلات نتاع الماء، وهذيك النص حبه نتاع الليم. نخليه فوق النار 10 دقائق، نخليه يغلى 10 دقائق، ومن بعد نزيد له شويه نتاع ماء زهر وشويه نتاع لافاني، ونحطه بجهه ونخليه يبرد، لخاطرش انا لازم نستعمله يكون بارد. كما قلت لكم، كيلة نتاع السكر مع زوج كيلات نتاع الماء، نديره فوق النار ونخليه. كي يجي 10 دقائق نطفي له. كما قلت لكم نزيد له شويه نتاع لافاني وشويه نتاع ماء الزهر. المكونات اللي غادي نحتاجوها كما راكم تشوفوا هي مكونات بسيطه، ما فيهاش بزاف نتاع التعقيدات. عندي كيلة ونص نتاع السميد الخاص بالشاميه، هذا كما راكم تشوفوا فيه، هذا اللي يجي خشن. اللي يكون عندك نتاع الميزان ولا نتاع العلبه ما يهمش، المهم انه يكون عندك السميد. عندي نص كيلة نتاع السكر، عندي كاس نتاع لاتاي او الفنجال تعبري به، كاس نتاع لاتاي ماء الزهر، كاس نتاع لاتاي سمن ولا نصف زيت ونصف دهان مدوب. والمكون الاساسي في هذه الشاميه هو بودره الحليب ولا الحليب غبره ولا اللحظه. راني هنايا مقليتها باش تحصلت على هذا اللون الذهبي. نوريكم هي اللون نتاعها كيفاش داير. هذا هو اللون نتاعها الطبيعي، وهذا اللون نتاعها كي حمصتها، يعني تحصلت على واحد اللون ذهبي فقط. ومن بعد هي زدت تكمل طيابها الداخل في الشاميه نتاعي. ما تفوتولهاش بزاف، يعني ديروها على نار مهيله وخليوها تدي لكم هذا اللون الذهبي فقط. ونحطها بجهه تبرد، وعبرت فنجان ولا كاس نتاع لاتاي. عندي هنايا رشيشه نتاع الملح، ملعقه نتاع لافاني، وملعقه صغيره نتاع خميره الحلويات ولا الخماره. نبدا في التحضير. ندير هذاك، نبدا بالسميد كما قلت لكم. ندير له هذاك الزيت والدهان اللي راه عندي كما راكم تشوفوا، ونبسه فيه مليح مليح، نحكه بين يديا باش يدخل له غايه الغايه كما راكم تشوفوا. كما هكا ونخليه يريح شويه، غير شويه ماشي بزاف، واحد الخمس دقائق هكا غير هو والسمن اللي راه عندي ولا هو وخلط الزيت والدهان اللي راه عندي. نزيد لها هذاك السكر هذيك اللافاني ورشه تاع الملح، ونعاود نخلطهم مليح باش عاود يذوب لي السكر. ودائما نحرك بين يديا كما هكا، ونبقى معاه
نزيد هذاك بودرة الحليب المحمصة، عفوا هذيك المعلقة نتاع الخمارة، ونخلط عود هذوك المكونات. وين بدي نرش في المزهر اللي راه عندي، نرش غير بالشويه وراني نحرك ونخلط، يعني ما نعجنهاش كاع. نزيد لها غير واحد شويه وهذا يكفي، نجي شويه فوق المرمله. ونخليها بجهه تريح شويه، يعني شوفوا شحال انا بقى لي من الكاس، بقى لي واحد ماشي بزاف، واحد الربع هكاك. هذاك هو اللي غادي نزيده من بعد، في دوك نزيده في السيرو نتاعي ولا في الشربات نتاعي. نخليها تريح واحد شويه، ومن بعد نجيب الصينيه ونوريكم كيفاش نزيد نكملها. خليت هذاك الخلط نتاعي يخمر ماشي يخمر، يعني يريح شويه. جبت الصينيه نتاعي راني دهنتها بالزبده. اول حاجه نبدا بها هذاك الكاغط اللي راني غادي نديره من الفوق. انا عبرت على حساب الصينيه نتاعي، درك واش ندير له، نلمه كيما هكا باش ما يقعد ليش واقف كيما راكم تشوفوا، باش من بعد كي نجي نشكله يتشكل لي عادي. ندير له كيما هكا ونحطه في هكا، يعني غير طاسه نتاع الماء باش يتشمخ لي. ونخليه حتى نكمل انا كاع هنايا ندخله. راني هاني نفختها كاع، نعصره باش ما يقعدش شاد لي الماء، خاطرش ما غاديش يقول ها هو. ونحطه بجيه ونبدي نرص السميد نتاعي في الصينيه. طريقة عادية، اللي يبغي يقسمها يقسمها. انا ما غاديش نقسمها، بصح اللي يبغي يقسمها ويزينها بحبيبات نتاع اللوز هو، يعني كل وحدة حرة في طريقة التشكيل نتاعها كما هكا. ونشمخ يدي غير بشويه نتاع الماء هكا، باش السطح يكون كاع كيف كيف. ونجيب هذاك الكاغط اللي كنت وريته لكم ونحطه عليها، ونشعلها من تحتها، نخليها حتى تحمر من تحتها، ومن بعد عاد نبقى هكا ونرقب عليها. كي نصبها ولات واحد اللون ذهبي نشعلها عاود من فوق تزيد تتحمر، وكي نجبدها نعسلها بهذاك الشربات اللي راني موجداته، هي سخونه وهو بارد خاطرش انا درته كاع قبيله، ونحطها ونخليها تبرد. يعني هي من الاحسن تخليها ليله كامله ومن بعد عاد تقسميها، لكن الا ما كانش عندك الوقت حضريها في الصباح، نكونوا كاع صايمين حضريها في الصباح
ومن بعد العشيه كتجي وقت السهره نتاعك نتيا ووليداتك والاهل نتاعك تكونوا في داركم، قسميها لهم وحطيها. انا نخليها طيب كما قلت لكم ونعاود نولي. اخواتي هذه هي الشاميه نتاعنا، بعد ما طابت لي كما قلت لكم قلعت لها هذاك الكاغط اللي كنت درته لها من فوق وخليتها تحمرت من فوق، خرجتها شربتها بهذاك السيرو وزينتها هكا بشويه نتاع الفستق والكاوكاو. غادي نقطع لكم منها باش نوريكم كيفاش جات من الداخل. هذه هي الشاميه نتاعنا كما راكم تشوفوا من الداخل. كي تغطيها بهذاك الغطاء اللي درته لها انايا تخليها تطيب مليح على خاطرها، شوفوا كامل طايبه من الداخل وتجي روعه. ويجي المذاق نتاعها روعه اخواتي، والله ما تشبعوا منها. هذاك البودره الحليب اللي كانت شويه محمصه شفتوا كيفاش انا يعني غير ذهبيه، عطات واحد الفرق رهيب في الذوق نتاعها. ان شاء الله تجربوها اخواتي وتعطيونا الراي نتاعكم فيها في التعليقات. والله الذوق نتاعها روعه، ما رحش ندموا عليها وما رحش تستغناو عليها الا جربتوها. المكونات نتاعها بسيطه، الا كان متوفر عندك السميد المكونات الاخرى كلش كاينه في الدار. دوكا نقول لكم اخواتي تهلاو في رواحكم، ما تنساوش التعليقات، ما تنساوش اللايكات، وتهلاو في رواحكم وسلام.